فواحد الوقيته لك خصنا نفهمو الشيطان ما تيشومرش، بنادم يقدر يشومر، وكاين اللي كتعجبو تشوميره كاع مادام باه ولا مو خارجين خدامين عليه، هو مد كرعيه فوق السداري وشاد تيليكوموند ما كاينش اللي كيقول له نوض تخدم، غيبقى مشومر. لكن الشيطان عارف راسو غادي لجهنم وعارف راسو خالدا فيها ابدا، فما تيجلش كيحاول يدي معاه اكبر عدد ممكن. قوى الشر قوى تأزها الشياطين أزا، داكشي علاش البعد الغيبي ما يخصوش يحيد على الاذهان ديالنا. قد نخاطب في الناس الفكر، لكن البعد الايماني والبعد الغيبي راه لا ينفك عن الفكر في الاسلام. ما عندناش لا هذوك نخاطبهم بالفكر وهذوك نخاطبهم بالموعظه. الموعظه التي لا تقوم في نفس الوقت على القلب والفكر، هذه الموعظه ما واكلاش الخبز، ما غتزيدش معاك من هنا لليه، غتعطيك بحال واحد شويه المسكه كدير شويه الحلاوه، غتفوت شي شويه كيد الحلاوه، خصك تقلب ديك المسكه فين تلوحها. وملي كتبقى تخاطب غير الفكر بدون قلب، كتخرج ناس ربما على المستوى الفكري كاين شي شويه الوعي، لكن قلوبهم متحجره، قد تجده ينافح عن الاسلام في المؤتمرات وفي المبغيتي، وتجده تاركا للصلاه. الفكر ها هو حاضر، لكن الايمان غيب. فالاسلام تجمع لك هادشي كله، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. البعد الغيبي والايماني جانب العبادات وجانب المعاملات، مجموعين لك في ايه واحده.